أزول اسمي وحنان وقاس داري 20 سنة سكاس كيحل سنتا فراوت حاليا زداغ أكادير داري الإجازة على الاقتصاد. أنا في العادة واحد الإنسانة ما عنديش بزاف مع المكياج، كندير داكشي خفيف، كندير ماسكارا عكر إلا كترت فغاجو صافي، هادشي هذا هو المكياج ديالي. كان هي راسي حيتاش اللبسة ديالي ديال منطقتي ديال تفراوت والإكسسوار ديال مدينتي ديال تفراوت واللي معايا كتعاوني نلبس صراحة. السر ديال الجمال ديال بنات تفراوت هو معروف باللباس ديالهم، كل شيء ديالهم طبيعي، وجههم طبيعي، ما كيكثروش المكياج، وحتى البنات السوس كاملين معروفين بهكا. الامازيغ كاملين ماشي غير السوس، الامازيغ فين ما مشيتي راه معروفين بالبساطه. الهدف هو حميس امازيغ قالت ان انخرط الجمعيات الجمعيه اشراقه امال، انخرط الاعمال اللي سكان الاعمال الخيريه اللي سكان دار، تشكر الجمعيه اشراقه امال حلمي برد. اللي حسن حسن المسابقة ميس أمازيغ العماد ناحية تقمي أثيرة تشارك ناني مرحبا ورزامة ورا تارد نولايات صافي اللي حدي حد شارك حورت ناحية حتين صراحة من غير استماد تمدو كالنيو أشك حد زريح الكاستينج وتوسيح قيس الحمد لله مكحبين 15 نتفروخت اللي تأهلني النهائي اللي نتأهل النهائي المسابقة القانون المسابقة قاتية كرات التوجنت، والحمد لله أنا من بين هاد الثلاثة اللي متوجين، والحمد لله أنني هاد العام ميس أمازيغ. لجنة التحكيم اللي كنشكروها من هذا المنبر على التعامل ديالها، على المجهودات ديالها، انها تعاملت معنا بشويه علينا، كتعطينا وقتنا اننا نجاوبوا على الاسئله ديالهم، وكنشكرهم. المناسبة السكواس 1974 ريحة دوني نيح سكواس نونة مباركية أتيت في لوني سكش مربي سوا فولكيد صاح دينا إحتينا ربي السكواس كلي تسنم إيقاين إيمان السنة الأمازيغية تمان ديال المناسبة اللي بهري فولكين اللي تيقان دا أقليد نحت ينصر ربي يقرر أنه السنة 14 يناير إيقا عطلة مؤدى عنها فاتحا للسنة الأمازيغية، وهذا فخر لنا وشرف لنا. السلام عليكم، اسمي بأم كنوكي 23 ديال نسكاس الأصلي لهم إجازة مدينة تارودانت أرقراح شعبة سير والاقتصاد كيحل الوصيفة الأولى لعمل تقليد فولكي سنة 1974. صراحة كيرا بارس كحل المكياج، ولكن الكاميرا تظلام بعد خطرات، يعني ما يحور لها الكليغاج دغيا، يعني ضروري ما يكون السر، ضروري ما يكون زكار، ضروري ما يكون طازولت، يعني يحورسك الدهوه ولا دير اللي تبين داخل ود مزون دي حرميز ودي حمريض، فاي يعني راسك غير يميك مربه راه نسي قلت المكياج. صراحه لا نهائيا ما كنتش كنتوقع، لانه المتسابقات كانوا في المستوى، كانت المنافسه شويه صعبه، والحمد لله كنت فرحانه باللي انا كنت الوصيفه الاولى. صراحه المشاركه كانت صدفه، ما كنتش متوقعه، ما كنتش في الحسبان. كنت جالسه صونات ليا بنت خالتي قالت ليا شاركي راه كاين مسابقه ملكه جمال، فخديت وقت باش نفكر، استشرت مع والديا قال لي ما كاين مشكل ما شنو خسرتي، فشاركت. ومن بعد في الاول كنا 49 وحده، وتم الاختيار ديالنا من اصل 49 كنا 15، ومن بعد كيتقصاو تولينا ثلاثه. بالنسبه يدينا كنا نسكر تاع الشات حتى غمرت منطقه حتى لدا تاع الشات يتكغور دوامان انسكر غور مي كنت موديت امان دو فلوس فكنو مدنا حتى تقول لا انسكر تاع الشات. لجنه التحكيم راه كانت الجمعيه موفقه جدا في اختيار اعضاء لجنه التحكيم، لانه فيها من كل المجالات، فيها الناس ديال التراث، فيها الناس ديال التحافه، فيها الناس ديال السياسه، فيها الناس ديال العمل الخيري والاجتماعي، يعني في جميع في الناس ديال الفن، يعني كان الاختيار جد موفق، وكان واحد التناغم، وكان واحد الاختيار موفق، يعني وكان يعني ما كانش كاين تناغم، كل واحد ادلى بدلوه، وكان واحد الاتفاق اللي كنشوف بانه كان في المستوى. وحنا انا كنشكر الجمعيه كانوا الاعضاء ديالها، يعني كذلك ملي كيكون التناغم في الجمعيه راه كيكون التناغم
معكم كذلك راه كتشوف واحد وجوه اللي عندها داك الحس الجمعوي، يعني بدون يعني خدامين بانهم وراء الكواليس بانهم ينجحوا وكيجريو وخدامين مع البنات وخدامين مع كذلك الاسر ديال البنات ديالهم في الايواء وفي الاطعام وفي انهم يقدموهم في احلى يعني نسخه. هاد الاشياء خلاتنا باننا لجنه التحكيم حتى حنا باش نسايروا هاد العمل ونسايروا هاد الجمعيه في الموفقه، واللي كان عندها دي زيديسيون اللي تبارك الله عليهم جد موفقين في هاد النسخه، يعني في هاد ليديسيون ديالنا حكمنا على عده معايير لاختيار ملكه الجمال. من بين المعايير اللي حكمنا عليهم اولا بان الميس خص تكون امازيغيه من اصول امازيغيه، تكون عندها واحد الالمام الثقافه يعني التراث المادي واللامادي الامازيغي، يعني ماشي كل شيء ولكن تكون عندها من الاساسيات، تكون اول كتحدث الامازيغيه، تكون قاطنه بسوس او نواحيها. رغم ان يعني يعني جمعيه اشراقات امال راها يعني في جميع مناطق المغرب جو تبارك الله بنات يعني في جميع مناطق المغرب، ولكن عاود كاين الجانب التاريخ تاريخ المنطقه، جانب كذلك يعني شفنا حوايج اخرين اللي يعني طريقه المشي وكذلك الطريقه يعني سكيلي سور ديل يعني واثقه من نفسها، يعني كذلك طريقه التحدث، يعني كاينين معايير كثيره اضافه الى معايير الجماليه اللي كتكون موازيه مع هاد الاشياء اللي تحدثت عليها. في النسخه الماضيه كانت مشاركه من الكونغو كان وصلت للنهائيات، يعني راه الجمعيه فتحات اباب يعني افريقيا للمشاركه في ميس امازيغ، نسميوها ميس امازيغ افريقيا من اصول امازيغيه. طبعا كانت واحد التظاهره ودازت وصافي هذا، لا كاين ان طرافاي افير، كاين واحد العمل اللي يلا غيبدا بانه هاد لي ميس خصهم يكونوا حاملات مشاريع يعني اجتماعيه ثقافيه بيئيه، يكون واحد الوجه اعلامي اللي كيادي واحد الدور اللي يعني كيشرف لا بالنسبه للثقافه الامازيغيه ولا بالنسبه للتراث المادي ولا مادي ولا بالنسبه للعمل الجمعوي العمل الخيري والعمل الثقافي. يعني الجمعيه راه عندها واحد الدور مهم في ارساء او في مواكبه يعني في مواكبه هاد الوجوه يعني النسائيه الامازيغيه لمواكبتهن في رحلتهن يعني ما نقولوش الجماليه ولكن رحلتهن يعني لتقديم واحد الدور مهم في الحياه العمليه ديالهم والاجتماعيه. هاد ليديسيون اللي هي مميزه جدا، مميزه بانها جلاله الملك نصره الله وكذلك الحكومه اللي خلات بانه هاد العام يتوج بانه كاين واحد الاقرار ليوم يعني مفتوح او يوم عطله مؤدى عنه، وحنا سعيدين يعني بانه كذلك شاركنا كلجنه في هاد الحفل وفي هاد الاجواء اللي شفنا بانه ماشي غير سوس اللي احتفلت بها ولكن المغرب ككل. وكنتمنى اسكاس مباركي امينو يجمعي مزيغ ند المغاربه داخل الوطن وخارجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.